هذا يسأل أن اللي يقول أن الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة هل يصلى خلفه؟ يعني صلى خلفه صلاة الجنازة؟ نعم يصلى خلفه، لأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فيها خلاف بين العلماء، فإذا أخذ الإمام بالقول اللي يرى أنه ما تقرأ الصلاة صحيح، صلي خلفه، لأن المسألة خلافية.